مناما مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا في برنامجكم صباحك ألف. طبعا صباحك ألف يعتمد اعتماد كلي في أحد فقراته أنه يفسر لكم مناماتكم ورؤاكم على نفس أرقامنا اللي حقول لكم إياها، لكن ابتداء من الساعة 7 صباحا يوميا ابتداء من السبت للأربعاء أكيد مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. طبعا تفسير مناماتكم ما حتكون إلا عبر الأرقام التالية بالنسبة للرسائل القصيرة على STC 84-77-0 موبايلي 640-660 أما زين 74-62-62 علشان نفسر لكم مناماتكم. وبالنسبة للهاتف الثابت للاتصال يعني 02-616-1100 أما الخط الساخن على 700-5749. رحب بالشيخ الدكتور يوسف حارث، نقول السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم. يعطيك العافية. طبعا في مجموعة من الاتصالات مستمعين الكرام ناخذها أول بأول. في ناس كثير تقول الخط مشغول أو الخط ما تجاوبوا عليه، طب حاول أنك تتصل مرة واثنين وثلاثة، عندنا 10 خطوط يا جماعة الخير، فأكيد أنت حتدخل معانا على طول وتنحط هولد يعني على طول أو الانتظار. فناخذ أول اتصال نقول ألو السلام عليكم. ألو. أهلين وسهلين، مين معانا؟ ألو. ألو نعم، مين معانا؟ طيب ما سمعتنا، نقول ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مين معنا؟ أبو ريان. أبو ريان تفضل يا أبو ريان، معك الشيخ. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياكم الله وبارك فيكم، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية إن شاء الله يا شيخ. أهلا وسهلا حياك. معلش يا شيخ، أنا جاتني رؤية وأزعجتني وحاب أعرف بس يعني لو شرح لها، اللي هي تفضل الله منام كذا إنه في غرفة جالس وكانت يعني امرأة يعني ما هو شكل امرأة، تقريبا شكل رجل بس انه لابس يعني كذا ملابس حقت نوم، وحاول كذا انه تقرب مني، يعني هي شكل امرأة بس الوجه ما هو وجه امرأة، فحاولت اني اصد فزي اللي صارت مشكلة وخرج من الباب، حاول النزول اقرب الدرج وصار في تلفظ ورجع بشكل رجل وحاول انه يتهجم علي يعني بقوة، فحاولت اني امنعه وصحيت بعده زي المفجوع كده. والله يعطيك العافية. هل الشكل اخي الكريم شكل غريب والا يعني شخص عادي؟ الشكل كده يعني زي الشكل العادي بس الوجه كده تحس انه غريب. تعرف هذا الشخص أو لا تعرف؟ لا ما مر علي. طيب أنت في العموم يعني تتحسس من الآخرين، يعني أنك يعني كلما اقترب شخص أو كذا تتوجس منه خيفة في أساس تعاملاتك؟ والله ما في خوف، حتى لو شخص يعني بينه مشاكل كذا بس ما بيكون في خوف هذا الشيء. طيب أخي الكريم، تخاف يعني إنه مثلا أحد قد يتسبب لك بشيء يعني خاصة الغرباء يعني؟ والله يعني ما أعتقد. تخشى من تصرفاتهم؟ أنا أقصد أنا في حياتك العادية أخي الكريم. الحياة العادية في وفي مشاكل وأعرف ناس يعني إنهم في يتمنوا إنهم يضروني بأي شيء يسببوا لي مشاكل بأي طريقة وكذا. نعم سنة الحمد لله الفضل ما. طيب على كل حال إن شاء الله أولا يعني إن شاء الله لن يضرك بشيء بإذن الله سبحانه، أنت تجنب طريقهم وكما يعني في واضح أنك تتجنب طريقهم وتبعد عنهم إن شاء الله ولن يضرك بشيء، توكل على الله سبحانه وتعالى ويعني ولن يضرك بأي شيء، يعني أنت تخشى من مجهول يعني وخشى هذا المجهول فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص واضح أنه لن يضرك بشيء، فقط أنك اترك هؤلاء الناس ودعهم يعني ودع أمرهم إلى الله. ولن هو ما في تواصل، ما في تواصل أبدا يعني معهم. جميل، إذا إن شاء الله ما لا تخاف من شيء إن شاء الله، يعني واضح أن الرؤية أنهم لن يضروك بشيء بإذن الله. يعطيك العافية أبو ريان، شكرا لك أبو ريان. أبو ريان مستمعينا نذكركم بأرقام التواصل على السريع على STC 84-77-0 موبايلي 640-660 أما زين 74-62-62
وستين، هذا بالنسبة للرسائل القصيرة. أما الخط الساخن على 700-5-5-7-4-9-9 عفوا، أما الخط الثابت على 0-2-6-1-6-1-1-0-0. دكتور، في رسالة من فاطمة حسين تقول: السلام عليكم، حلمت أني حامل من غير علمي، مع العلم أني متزوجة، وأني يعني أتحسست الطفل في بطني بكامل تفاصيله وكان أقرب للواقع، وحسيت أنه ولد، ولكن ولادة وقت الولادة خرج عنب اللي هي فاكهة يعني. وشكرا. طبعا هذا أولا هذه رؤية ظاهرة، ما دام أنها بهذه الكيفية وبهذا الإحساس، هذه رؤية ظاهرة تسمى، ولعله إن شاء الله بشارة بحمل ذكي. أما فيما يتعلق باختلافه، فالاختلاف هنا قد يكون ذكر إن شاء الله، لكن ولادته بهم، أنت قد تهتمين لهذا يعني الطفل، يعني أنت تحملين هم الأولاد، و يعني قد هذا الشيء يعني يجعلك يعني تخشين من الولادة وتخشين على الأولاد وتخشين أمر الولادة كذلك. واضح من الرؤية إن شاء الله أن العاقبة حسنة، يعني البنت غالبا هم يعني ترمز إلى هم، لكن عاقبته عاقبة طيبة حسنة والله أعلم. جميل. دكتور، رسالة بتقول: رأيت كأني في طائرة وكانت تطير على مستوى منخفض جدا على شارع رئيسي بالرياض، وكانت أحيانا تنخفض أكثر، فأذكر الله ويذكرون الركاب يعني، ثم تعود لمستواها الأول، وكانت سيارات تحتنا، وكان بعضها سيارات رياضية، وأحيانا يحصل بينها يعني حوادث وأنا أنظر لها من أعلى، علما أني متزوج ولي أبناء ويعني منتقل لوظيفة ممتازة ومداوم على الذكرى اليومي صباحا ومساء ولله الحمد. ما شاء الله، ارتفاعك هذا يعني يدل والله أعلم على يعني ترفعك عن بعض المشاكل، وكذلك ترفعك عن بعض الصدامات، وكذلك يعني رفع الله لك بالذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، هذه كلها تدل على هذا الأمر إن شاء الله. الطيران غالبا يدل على يعني إبداع وكذلك نجاح إن شاء الله وتحقق أماني بهذه الأسباب التي تبذلها الله. جميل. دكتور، رسالة بتقول: حلمت أختي أني مسحورة، وكذلك بنات أختي، واحدة حلمت بي في رجب وواحدة في رمضان، أظن بنفس الحلم يا دكتور أعتقد. على كل، إذا كنت أنت ترددين أمامهم هذا الأمر أو أنك تخشين منه يعني تتكلمين معهم هذا بهذا الشيء، فقد يكون من حديث النفس، لكن يعني دلالة أنك مسحورة لا يشترط أن يكون هذا الأمر على ظاهري، قد يكون أنت مفتونة بأمر معين أو بشيء معين في عادات حياتك، وهذا الشيء يعني وأنه هذا الأمر يشغلك كثيرا ويحوز على اهتمامك كثير، وقد يضرك، قد يضرك هذا الأمر، ولهذا تنبهي لهذا الشيء، يعني إذا كان لديك شيء بهذه الكيفية حاول أن تتنبهين لهذا الأمر. الأمر الثالث وهو أنك حاولي واسعي واجتهدي في أنك تحصنين نفسك وترقين نفسك الرقية الشرعية، سواء عن يعني الرقية الشرعية غالبا قراءة آية الكرسي والمعوذات بإذن الله، يعني لن يضر الإنسان شيء إذا هو حافظ عليها، ويعني خاصة بعد الصلوات قبل النوم، إذا حس بشيء من الضيق والأذى أو شيء من يعني الأمور التي غير طبيعية يقرأ هذه الآيات من باب الحفظ والتحسين، وإن شاء الله لن يضرك بإذن الله شيء والله أعلم. بإذن الله. طب نأخذ اتصال نقول: ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أهلين وسهلين، مين معنا؟ معك سعود من مكة. أهلين يا سعود، تفضل، معك الشيخ سعود، بس وضح لي صوتك الله يخليك. ألو، كده واضح؟ إيه نعم واضح الآن، تفضل، معك الشيخ. صباح الخير يا شيخ. صباح النور والسر، حياكم الله. ألو، سمحت يا شيخ، دائما بحلم إني في مسبح أو في بحر وأسبح وأدخل تحت الموية، ما ينقطع نفسي، أتنفس تحت الموية، دائما بيتكرر علي الحلم ده. انت تخشى من السباحه، تخشى من الغرق، يعني انت تسبح في الاساس؟ ايوه اسبح. وتخاف من هذا الشيء يعني في سباحتك، تخاف من هذا الامر؟ والله لا ما بخاف، يعني طبيعي، يعني لديك خوف طبيعي في هذا الشيء، يعني ما في شيء زائد؟ ايوه في خوف طبيعي يعني، بس انه شيء زائد على اللزوم لا. طيب، على كل، هو انت والله اعلم
يعني أظنك ستدخل في موضوع ما، وهذا الموضوع يعني تخشى من أنه ما ينتهي أو أنه ما يتم أو أنه ما يكتمل. وهذا الموضوع فيه شيء، وفي هناك أمور يعني في صعوبات، لكنك أنت يعني تخشى من هذا الأمر. يعني إن شاء الله واضح من الرؤية، ما دام أنك يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني مواصل على خطوات صحيحة وعمل صحيح، إن شاء الله أنك لن تتضرر بهذا الأمر، لأن الخوف غالبا يعني يدل على الحرص يعني إن شاء الله، فهذا لعله من الحرص إن شاء الله، وهذا الحرص يجلب لك إن شاء الله يعني عدم الوقوع في الخطأ، وعدم يعني أنك الفشل في هذا الأمر، والله أعلم. جميل جدا، يعطيك العافية. يعطيك العافية سعود. ناخذ اتصال الكنترول، نقول ألو السلام عليكم. أهلا سهلين، من معنا؟ السلام عليكم. أهلا سهلين وعليكم السلام. الله خليك بس الراديو تقفلي لو تكرمتي. سلام. طيب مين معانا؟ رانيا. رانيا تفضلي، معاك الشيخ. يا رانيا تفضلي. يا شيخ اختي رأتها تقرأ كل ما قرأ السورة ما كملتها، كل ما قرأ السورة بدأت في سورة ثانية، تقول لما وصلت سورة الكهف وهما وكملتها وصحية. طيب على كل حال هذه أعمال طيبة وأعمال خيرة والله أعلم، وهذه الأعمال يعني لا تواصل فيها ولا تكملها، يعني أمور طيبة وفيها خير لها وفيها صلاح لأمورها، لكنها يعني لا تواصل في هذا الأمر ولا تستقيم عليه، وهذا قد يعني لا يتسبب لها بالكمال. وهذا يعني تسعى أنها إذا بدأت عمل من الأعمال كما ذكر الله وأتم الحج والعمرة لله، أي عمل صالح تبدأ يعني تسعى أنها تكمل هذا الأمر ولا يعني تتردد أو أنها يعني تترك هذا العمل، والله أعلم. شكرا لك يا رانيا. ناخذ اتصال آخر، نقول ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معنا؟ سامي لو سمحت. سامي تفضل يا سامي، معك الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا رأيت الأسبوع الماضي تقريبا أني ماشي في طريق راكب دراجة، وفجأة جمل كبير يعني بشكل غير طبيعي، وأنا أحاول أهرب منه ما قدرت، ونزل برأسه يبي يأكلني، صحيت من النوم. طبعا الدراجة يعني ترمز إلى وسائل، واضح الصوت أخي الكريم؟ أي نعم. أقول الدراجة ترمز إلى وسائل يعني قد تكون ضعيفة بالنسبة لك يعني في تحصين أو غيره، والجمل يعني يرمز إلى أمور، أولا قد يرمز إلى الشيطان، لأن الجمل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من شيطان، فقد يكون هذا شيطان وأنت لا تقوم بالأسباب الشرعية في التحصين وفي المحافظة على أذكارك، وهذا قد يعني يضرك. الأمر الثاني قد يكون عدو حاقد، يعني يرمز كذلك الجمل إلى عدو حاقد، وأنت لا تبذل الأسباب في اتقاء شره، لا تبذل الأسباب في اتقاء شره، يعني والدراجة يعني ترمز لك إلى وسيلة يعني أو يعني أمر يعني تعمل وليس مكتمل وليس يعني قوي بحيث أنه يمنعك من يعني أو يعني يكون سبب حفظ لك وبعد عن هذه الشرور، والله أعلم. جميل. وش هي الأسباب يا شيخ؟ الأسباب إيش؟ الأسباب اللي يأخذ فيها مثلا، يعني الأسباب إذا كان يعني بما يتعلق بالشيطان أنك يعني تحافظ على أذكارك، وعندما تقول يعني إذا كنت يعني محافظ على الأذكار تقولها بخشوع وبشيء من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وبيقين كذلك، يعني دائما تكون على ذكر وعلى طهارة، إن شاء الله من أسباب الحفظ من الشيطان ومن مكائد الشيطان، والله أعلم. بارك الله. يعطيك العافية سامي. حياكم الله. مستمعين أذكركم بأرقام تواصلنا على الأرقام التالية بالنسبة للرسائل القصيرة على STC 84-77-0 موبايلي 640-660 أما زين 74-62-62. استأذنك يا دكتور حنطلع لفاصلنا القصير إن شاء الله ونرجع على طول لتكملة تفسير منامات. مستمعينا الكرام على نفس الأرقام، والناس اللي حابة نتواصل معنا عن طريق الثابت على 02-616-11-00، أما الخط الساخن على 700-57499. نطلع الفاصل ونرجع على طول، خليكم على الموجة. برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي
مستمعين ومستمرين معكم في برنامجكم صباحك ألف بفقرة منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي اللي نفسر لكم فيها مناماتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التالية. بالنسبة لرسائل قصيرة على STC 84-77-0 موبايلي 640-660 أما زين 74-62-62 معنا الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. ألو دكتور. حياكم الله. أهلا سهلا دكتور. طيب دكتور في رسالة بتقول أنا فتاة عزباء وموظفة حلمت أني أمشي على شاطئ البحر في الليل وكان فيه أنوار كثيرة على الشاطئ وكان البحر هادئ والأنوار عاكسة الضوء على البحر وكنت يعني أحس براحة نفسية لما أطالع في البحر. ما شاء الله، يعني هذا أولا أمر فيه ربح لك وفيه خير لك، ويعني أنت ما شاء الله يعني تسعى في أن يكون هذا الأمر يعني تؤديه بشيء من الهدوء وشيء من التروي وشيء من التأمل، فهذا إن شاء الله سيتحقق لك هذا الأمر يعني الذي ترجوه والذي فيه ربح لك، وكذلك يعني سيكون لك فيه يعني يعني أشياء طيبة، يعني أنه يتضح، يعني قد يكون في شيء من يعني عدم الوضوح لكن إن شاء الله سيتضح وسيكون إن شاء الله تسير على نور وعلى إن شاء الله وضوح بإذن الله والله أعلم. جميل دكتور. رسالة بتقول أنا حلمت أني أخلع ضرسي اليمين اللي فوق وهو نزل أصلا شوية وأنا خلعته بيدي، يعني يقول لو سمحت ممكن إيش التفسير؟ طبعا خلع الضرس هنا يعني يدل على أن هناك أمر متضرر منه وأنه إن شاء الله سيزول، وهذا الأمر يكون بقوة، لا بد لك أن يكون هذا الأمر يعني أنك يعني تسعى في أن تزيله بقوة وبيدك أنك إن شاء الله تتخلص من هذا الأمر الذي يضرك أو الأمر الذي يعني تخشى منه، يحتاج منك إلى يعني همة وقوة يعني في نزع هذا الأمر عنك إن شاء الله ولن يضرك بشيء بإذن الله والله أعلم. طيب جميل دكتور. رسالة بتقول حلمت أني دخلت السيارة ويعني ما هي ما واضحة، أختي العزيزة راسلة بتقول أنه أنا شفت يعني الوالد في السيارة وجيت حضنته قلت بابا وين يعني وين رحت عنا، وقال أنا وياكم وهو يبكي وشكله حيل نحيف ويقول أنا دخلت بغيبوبة وظنوني مت ودفنوني بس أنا وياكم ما مت، ويقول هي يعني هي المرسلة بتقول هي بنت عزباء عمرها 18 سنة اللي حلمت بهذا الشيء وأبوها متوفي له 4 سنوات أو أكثر. انظاهر من هذه الرؤى المنام انه يعني هو مجرد تعلق نفسي، يعني قد يكون مجرد تعلق نفسي ويعني محبة لهذا الوالد، فلهذا يعني هي تسأل عنه وتتمنى وجوده، وان شاء الله يعني اذا هو يعني ما ذكرت يعني حتى طريقة وفاته لانه قد يكون ان شاء الله بسبب برهم به وبسبب تواصلهم معه بالدعاء والصدقة، فهذا يعني يكون معهم ويكون معهم إن شاء الله يذكرونه ووجوده هنا معناه وجود ذكره يعني في نفسهم وتواصلهم معه بهذه يعني هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر يعني صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، فهذا هو التواصل حقيقة ووجوده معهم هذا معناه والله أعلم. طيب جميل دكتور. رسالة بتقول أنا حلمت أني جالس مع مسؤول كبير بالدولة وكان كاشف الرأس ويضحك وكنت بطلب منه طلب لكن يعني انحرجت أو خجلت، ونحاول أنه يعني ما نقول يعني لابد أن نقول التفاصيل لهذا الحلم. مستمعين الكرام أظن الدكتور يعني راح مننا على الخط لكن إن شاء الله نرجع ونتصل عليه ونتواصل معاكم أكيد. مستمعين خلوني أذكركم بأرقام التواصل على الأرقام التالية STC 84-77-0 موبايلي 640-660 أما زين 74-62-62 يعني فضلا لا أمرا يعني حاول أنك تكتبوا تفاصيل أكثر في حلمكم، يعني حالتكم هل واحد يعني عازب أو متزوج أو يعني حاول أنه نعدد هذه الحاجات لأنها تفيد كثير الشيخ الدكتور يوسف الحارثي، وحقيقة نحن بنعاني أحيانا أنه ما نعرف نفسر الحلم إلا بهذه التفاصيل، فرجاء على نفس الأرقام زي ما قلت لكم استعجلوا باقي لنا 5 دقائق من الآن على الأرقام التالية STC 84-77-0 موبايلي 640-660 أما زين 74-62-62 الدكتور معانا. حياكم الله. أهلا دكتور. معليش عذرا انقطع الخط عفوا. حياك الله.
دكتور هنا رسالة بتقول أنا حلمت أني جالس مع مسؤول كبير بالدولة وكان كاشف الرأس ويضحك وكنت بطلب منه طلب لكن خجلت. دكتور ما في أي يعني ما ذكرت أي شيء عن حالة أو عن حاله. طبعا بالعموم يعني هذه يعني صاحبة الرؤية هي تطلب أمور أو تسعى لأمور ولكنها يعني لا تطلب هذه الأمور خجلا بعموم حياتها يعني أو أنها تحرج من هذا الأمر أو خشية من يعني من تقدمها بهذه الأمور ولهذا يعني لن تحصل على شيء. الرؤية لعلها تدل على هذا الأمر يعني هي كمنهج في نفسها أنها تخجل خاصة من كبير سن مثلا أو من أنها تطلب شيء من مسؤول مثلا إما يكون مثلا وظيفة أو شيء من هذا القبيل والله أعلم. دكتور رسالة تقول حلمت أني ذهبت مع الأصدقاء إلى مكان جدا جميل طبيعة وأنهار ووجدت هناك أحد المشاهير وذهبت معاه. أظن في مشاكل في الخط لكن مستمعين الكرام تواصلوا معنا على نفس الرقام STC 84 77 0 موبايلي 640 660 أما زين 74 62 62. أطلب من الكنترول إن شاء الله نتصل على الشيخ الدكتور يوسف الحارثي بس خلال هذا الموضوع إن شاء الله نطلع لفاصلنا القصير ونرجع لكم على طول. خلوكم على الموجه.